I have been born at ancient Cairo. And I was a boy at ancient Cairo. She created me. I loved her very much. I write about her. No choice. وإنما مجتمعنا الآن يعيش فترة بحث، بحث عن ذاته وبحث عن أماله وبحث عن نظرية تجمع كل هذه الأشياء وتبلورها في فلسفة واحدة. أساس الحب، حب العمل وحب الناس وحب الحياة وأخيرا حب الموت.